المرسل عين راء من الزلفي يقول: ما الأسباب التي قد تسبب الإصابة بالسحر أو العين، وما علاج ذلك؟ نرجو إفادتنا، جزاكم الله خيرا. الأسباب كثيرة، الأسباب كثيرة، وعلى الإنسان أن يبتعد عنها. أسباب الضارة كالذهاب إلى السحرة والذهاب إلى الكهان والمشعوذين، أن يبتعد عنهم وأن يستعيذ بالله من شرهم وأن يبغضهم ويقاطعهم، هذا أعظم الأسباب للسلامة من شرهم. أما الذي يخالطهم ويذهب إليهم ويجالسهم ويستمع إليهم أو يقرأ في كتبهم وشعوذاتهم، فإنه يبتلى والعياذ بالله ويعاقب بأن يصاب بشيء من هذه الأمراض. فعلى المسلم أن يحذر من المشعوذين والسحرة والدجالين والكهان والمنجمين والخرافيين، ويبتعد عنهم ويحذر منهم ويحذر إخوانه منهم، وأن يقاطعوا مقاطعة تامة ويعزلوا عن مجتمع المسلمين، إما بإقامة الحد عليهم وإما بطردهم من مجتمع المسلمين. نعم.